أقام صندوق شهداء وجرحى ومعاقي مديرية نهم أمسية رمضانية سنوية في مدينة مارب تكريما للجرحى والمعاقين وأسر الشهداء الذين قدموا تضحيات جسيمة من أجل الوطن في ساحات المعارك وفي ميادين المواجهة مع الميليشيات الحوثية على مدار سنوات عدوانها على الشعب اليمني. في الأمسية ألقيت العديد من الكلمات التي أشادت بدور الشهداء والجرحى وثمنت تضحياتهم التي كتبوها بدمائهم وأرواحهم وجراحهم، وكان لها الدور الأبرز في ردع ميليشيات الحوثي والتصدي لبغيها، وطالب الحاضرون بالاهتمام بالجرحى واستكمال علاجهم وتسفير من يحتاج للعلاج منهم في الخارج عرفانا بدورهم البطولي. بدورهم أكد الجرحى والمعاقون ثباتهم على ولائهم الوطني واستعدادهم لمواصلة النضال حتى تحرير اليمن واستعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد. في هذه الليلة المباركة التي اجتمعنا فيها من أجل إقامة أمسية رمضانية يقيمها صندوق شهداء وجرحى ومعاقين مديريتنا، إكراما وإجلالا للمعاقين معاقي الحرب الذين ضحوا بأجلائهم في سبيل عقيدتنا وفي سبيل وطننا وفي سبيل حرية وكرامة نريدها ونطالب بها. فمهما عملنا ومهما بذلنا لن نستطيع أن نوفيهم حقهم، ولن نستطيع أن يوفيهم حقهم حتى في حق التعبير أو الإشادة بهم، فأنا لا أستطيع ولا أستطيع أن أعبر عن ذلك. فتضحياتهم أسماء وأجل من أن نتبرع لهم ونتكلم عن مناكبهم، فهم تاج على رؤوسنا ووعدا منا وعدا منا اننا لن ننساكم ما امتدت بنا الحياه. ونحن الاذيه يعرفها الناس ولها تاريخ قديم وحاضر وتاريخها معروف. نهم قدمت ضحايا في الثوره 26 كانوا في مقدمه الصفوف، وهذه الثوره قاموا بجهد كبير، اعتقد انه لن يضاهيهم أي قبيلة.